ثم تسمو في EFM tout ce qui est sport مع مهدي العيادي على EFM احلى راديو. مساتين 6 دقائق على EFM. مرحبا بالجميع في برنامج tout ce qui est sport، البرنامج اليومي نحكيو فيه رياضه في تونس وفي العالم. حلقه اليوم 14 اكتوبر باش تكون خاصه بالمنتخب الوطني وقراءه في مباراه غدوه امام الجزائر القمر، باش تكون ثمانيه تعليل في ابيجان. الأولمبي البيجي ومدرب جديد بعد مغادرة نصيف البياوي باش يكون حاضر معنا بالهاتف يا من الزلفاني باش نحكيو معاه على تجربته الجديدة في الأولمبي البيجي، كذلك باش نحكيو على المقلت المنتخب، باش نحكيو كذلك على فضيحة في الكرة القدم الإفريقية. نيجيريا البارح قعدت 16 ساعة في مطار ليبيا، علاش هذا الكل؟ عنا رابط مباشر باش يكون مع صحفي في قناة ليبيا الرياضية عبد القادر شوير باش ناخذ عليه كل كبيرة وكل صغيرة على الحدث اللي صاير البارح للمنتخب النيجيري. هذا كل من تو حتى المطلثة. نسلم على الناس كل تسمع فينا وتشاهد فينا على EFM وEFM TV. نسلم كذلك على فريق الإعداد اليوم فهمي سعيد وأميمة ووسام بن حسين، في الإخراج سفيان بوهلال، كذلك في EFM TV وEFM وفي السيام أميمة القربي، معكم مهدي العيادي كوتي ميكرو، وكالعادة باش يرافقني اليوم على طيلة الساعة زوز من خيرة محلينا. نبدأ بالجهة اليسار من دريدي. مرحبا. مرحبا مهدوش، مرحبا بسيد الحضور واكيد كل مستمعي EFM. شنو تعديلك الاسبوع باهي؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. برشا ما نحكيو خاصه في المنتخب التونسي امير، عندنا ما نحكيو. كذلك على جهه اليمين امين البيجي، مرحبا بك امين. مرحبا مهدي، مرحبا بجميع مستمعي ومشاهدي EFM والجروب الكل. ان شاء الله نعدي فيها باهي. تعطيلك ويكاند باهي. ان شاء الله ليكيب ناسيونال تعمل حاجه باهي. اكيد 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 باش نحكيو برشا على المنتخب التونسي، لكن البدايه باش نبداو كالعاده بكاس افريقيا. امين وامير، الناس الكل تعرف اللي كره القدم الافريقيه كالعاده مهازل العديده. البارح صارت مع المنتخب الليبي، كانت منذ ثلاثة ايام، البارح صارت مع المنتخب النيجيري. نعرفوا اللي ليبيا ونيجيريا باش يلعبوا بعضهم مباراه الاياب باش تكون في ليبيا. البارح المنتخب النيجيري قعد اكثر من 16 ساعه في المطار، عديد التشكيات من بعثه الفريق المنتخب النيجيري، حتى وليام ايكونج قائد المنتخب قال ما نلعبوا المباراه. بالمقارنه نعرفوا مليح شنو وصل المنتخب الليبي في ليبيا، اربع سوايع يستناو، وبعد كده جاوهم ثلاثه كيران صغار دخلوهم في وسط غابه تحديو الخوف والتخوف. دونك تعليق على اللي صار الكل. صارت معامله بالمثل معناها تقول انت. ولا شوف هو المفروض معناه في نيفو نتاع معناه دي ماتش كاليفيكاتيف للكان ولا المونديال، المفروض ما يصيروش معناه الاشياء هذيا، سورتو معناه اليوم تحب ولا تكره منتخب نيجيريا من كبار القاره الافريقيه كرويا. نفس الشيء معناه منتخب ليبي، نعرفوا اشقائنا في ليبيا معناه معروفين عليهم حسن الضيافه وكرم الاخلاق الى اخره، المفروض ما تصيرش. ولكن النيجيريين اذا كان هما بداوا بالاستفزازات اليوم، نتصوروا انه السيناريو اللي قاعدين يعملوا فيه ولي فيديو تصور يربطوا فيهم على لي ريزو سوسيو، ما عندهم حتى من محل من العرب، لانه انت حتى ولو ما كانتش المعامله في المستوى اللي لازم تكون فيه، المفروض كي انت تعاملت مع العباد كي جاوك هما ضيف بطريقه هذيك، فما ما ما فماش علاش من بعد كي هما باش يعملوك بالمثل تولي انت تحب تلعب دور الضحايا. باهي امير، المنتخب الليبي كما قلنا صار انه هو تصور قاعدين في FM TV. امين تعليق كيف كما امير سوير. امير المنتخب الليبي اليوم المعامله بالمثل ولا اللي صار ليبيا لا يغتفر؟ خاطر المنتخب النيجيري معروف وعنده برشا عباد وبرشا ناس يقول لك دونك ولات ميدياتيك مو اقوى برشا من اللي صار للمنتخب الليبي. اكيد هو اللي صار الحقيقه معناها غير متوقع، خاصه وقت اللي تشوف سيرتو بلابار من نيجيريا، معناها نحكيو على منتخب نيجيري تقريبا هو من معناها من احسن المنتخبات اللي موجوده في افريقيا بالملاعبيه اللي عنده، بال معناها خاصه بالبالماريس الكبير اللي عند المنتخب النيجيري. لكن التصرفات اللي صارت في البدايه من البعثه النيجيريه معناها ما كانتش في مستوى، زاد كيف وقت اللي نشوفه في ليبيا بالمعامله بالمثل. لهنا نورمالمون الكاف تتدخل وتشوف حلول خاصه للمعامله هذه الحقيقه اللي هي مرفوضه خاصه في كره القدم. اليوم احنا في فاز ونورمالمون كره القدم في افريقيا تطورت، نورمالمون معناها نتجاوز المعاملات هذه اللي كانت موجوده سابقا بكثره. اليوم ممكن عندنا مده كبيره ما سمعناش بحاجات كيما هكا نسمعوا لاول مره، برغم الحقيقه حتى تفرجت في المقابله مهدي مقابله ممتازه سيرتو من المنتخب الليبي وشفناه معناها عمل مقابله ممتازه. ممكن
اللي صار هذايا يخلي البريسيون قاعده تصير معناها سيرتو على المنتخب النيجيري، وانه المنتخب الليبي اليوم عنده حتميه نتاع الفوز خاصه في المقابله هذيا، برغم اللي قدم مقابله طيبه شفناه تكتيكين وقف بالكدا خاصه تقريب ممكن على ديرون 80 دقيقه ولا اقل شوي، الحقيقه شفناه قدم مردود طيب وكان كان ينجم يروح حتى بنقطه بالتعادل صحيح. لكن اليوم المقابله المطلوب انه نتجاوزوا الحاجات هذيه اللي اونتي سبورتيف الحقيقه، ونتصور ان الفيفا ولا الكاف باش تتدخل في الموضوع هذايا وياخذوا دي بروسيدور انه باش ما عادش تصير حاجات كيما هكا. المعامله بالمثل نورمالمون نتجاوزوها خاصه من لي دو بار، سواء نيجيريا فيها في غناء على الحاجات هذه في الكاليتي دو جوار اللي عندها، ومنتخب الليبي زاد كيف كيف احنا معناه معروفين بالكرم الضيافه وال معناه الحاجات الباهيه اللي يقوم بها، ومنتخب اللي هو الحقيقه في غناء عن الحاجات هذه. خلينا نمشيو لليبيا، انا عندنا زميلنا وصديقنا وصديقي العزيز هو مؤيد اسكندر معنا في المباشر باش ناخذوا فكره على الاحداث اللي صارت، وعندنا خبر المنتخب النيجيري غادر ليبيا وماهوش يلعب المباراه. مؤيد مرحبا. اهلا وسهلا بك زميلي مهدي، تحياتي ليك وتحياتي لكل الاخوه المستمعين. مؤيد كنا نحكيه على اللي صار بين المنتخب النيجيري والمنتخب الليبي، كتلينا فكرة شنو أهم اللي صار، وهل هل رسميا المنتخب النيجيري غادر ليبيا وماهوش يلعب المباراة؟ هو حقيقة فيما يخص هل المنتخب النيجيري غادر ليبيا ولم يغادر، لحد الآن لا يوجد تأكيدات حول هذا الموضوع، وأعتقد إذا كان في تنسيق حول هذا الجانب داخل الأراضي الليبية من الطرف النيجيري، فهذا يؤكد أن المنتخب النيجيري لا يرغب أصلا في الذهاب إلى بنغازي ولا القدوم لهذه المباراة مستندا على الوضعية التي يحظى بها في قارة أفريقيا. هذا جانب طبعا لا يخفى على أحد، شفنا الأحداث الأخيرة وتسارعت وتيرة الأحداث، شفنا كذلك يعني وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات العربية اللي بادرت اليوم بشكل لا يوصف في نقل الصورة، وكأن المنتخب الليبي لم يتعرض لأبشع الممارسات حقيقة والأشياء اللي كانت منافية لحقوق حتى الإنسان. الكل يعرف أن في مباراة الذهاب المنتخب الليبي ذهب إلى نيجيريا، كان من المفترض أن ينتقل تحديدا لمطار الذي ستجرى فيه مباراة الذهاب، لكن للأسف الشديد في اللحظات الأخيرة تم تغيير وجهة نظر أو وجهة الطائرة إلى مطار آخر يبعد ما يقارب على 300 كيلو متر، طبعا بحسب ما أشاروا بأن البعد هو 200 كيلو متر، لكن مدة 5 ساعات في الطريق من هذا المطار إلى مكان إقامة المباراة والمدينة التي ستقام فيها المباراة، فأعتقد أن هذه المدة لا تقل على 700 كيلومتر في اعتقادي، يعني إذا كان قيمنا ذلك وفقا للطريق. واضح. طبعا شوف هي. قبل كل شيء في نقطة مهمة جدا، وأعتقد أننا اليوم نتكلم ما نتكلمش حتى في إطار المنتخب الليبي تحديدا، يعني شفت ممارسات تعرضت لها فرق عربية وتحديدا فرق شمال أفريقيا، يعني بالدرجة الأولى نتكلموا على تونس من ثم تأتي الجزائر وبدرجة أقل منتخب الليبي هو المغرب، بدرجة أقل نحكي لك المغرب. طبعا المنتخب الليبي للأمانة يتصدر المشهد. لماذا يتصدر المشهد؟ يعني العالم أجمع في الموسم قبل الماضي شفنا ممارسات حدثت في أكثر من دولة أفريقية، يعني احنا عندنا فرق تعرضت للتسمم اثناء الاكل، تعرضت للتسمم امام مرأة ومسمع المراقبين، والاجراءات يقول لك هذه اجراءات عاديه تحدث في افريقيا ولا امكانيه لتغيير الواقع. في الاونه الاخيره شفنا ممارسات قبل اسبوع في تنزانيا ايضا لاهلي طرابلس عندما تم منع الفريق من الدخول تفتيشه بشكل غير رياضي، احنا نتعاملوا مع منظومة دولية مع ميثاق أولمبي مع وضع عام الكل يعرف على مستوى العالم الحديث ان الرياضة طبعا اليوم اصبحت يعني وكأنها وفود دبلوماسية وليست وفود رياضية. تعرضنا الى
يعني أخذ الحقائب، أخذ ما إلى ذلك. في مباراة نيجيريا الأخيرة حقيقة راهو ما هيش ممارسات اللي حدثت، ما هيش ممارسات أعتقد إن هي طبيعية وحتى حدثت من قبل لأي منتخب عربي. يعني تصور تنزل لمطار ما فيش موظفين تحديدا، ويقولك انتظر ما يقارب على ثلاثة ساعات يتم ركن المجموعة خارج المطار، يعني في أحد حدائق المطار لمدة 3 ساعات، يتم تفتيش كل الحقائب وكل الإجراءات المتعلقة وخصوصيات اللاعبين بالقطعة. يعني وصل الحال وامتد إلى 3 ساعات حتى في المغادرة. كيف حتى يغادر المنتخب الليبي كان فما تفتيش؟ يعني صحيح، يعني في المغادرة المنتخب بدلا ما احنا ننتهزوا فرصة العامل التوقيت منين هات المباراة متاعي نرجع لليبيا ناخذ وقت أكبر للتحضير، قعدت مكبل لإجراءات متعلقة بالطيران وما إلى ذلك. مع العلم أن المنتخب الليبي عندما يغادر لإفريقيا في الغالب يغادر بطائرة خاصة، يعني وهذه أعتقد أنها ميزة غايبة حتى لدول متطورة متقدمة في إطار الكرة علينا على الصعيد الشخصي مثلا تونس. فأنا اللي نبي نشير له النقطة المهمة والحساسة أن في كل ما نتعرض لمثل هذه الممارسات لا نرى أي رد فعل من الاتحاد الأفريقي. اليوم خلي نقيموا الواقع أو المشهد في مباراة العودة الآن. يعني المنتخب النيجيري وصل مدينة الأبرك، مدينة الأبرك تقع ما يقارب 190 كيلو أو 200 كيلو تحديدا أو أكثر بقليل، حسب يعني كل واحد يعني يأتي في مسافة معينة لكن لا يتعدى الشكل الدولي المطلوب. لم يتعرض المنتخب النيجيري إلى مثلا ممارسات بالتعدي عليه أمنيا. الليبي عندما وصل إلى نيجيريا خرج أعضاء البعثة بعد 3 ساعات للبحث على حافلات أو يعني مركبات لنقل اللاعبين. موصلت اليوم احنا استقبلنا نيجيريا ووفرنا لهم، الاتحاد النيجيري لم يوفر هذه الحافلات اليوم متاحة. لكن مؤيد زميلي نتفاعل معك، نعرف اللي احنا اشقاء وليبيين، لكن فما دي يعني بنحاول نقول لك بالعربية احداث وقعت في المطار اللي قاعدوا يستنوا اكثر من 16 ساعة. مؤيد تمام شني مثلا نوع هذه الاحداث؟ المنتخب النيجيري رفض الذهاب الى بنغازي، واضح الحافلات تم توفيرها وقعد يبرمج في أموره من أجل العودة. يعني شوف كابتن، أنا بنقول لك شيء، راهو أعتقد أننا نتكلم على عديد المنتخبات حتى المنتخب التونسي اللي ديما نشوفه به واللي تقدر المشهد كل المونديالات الستة الأخيرة أو أكثر. يعني أنا بنقول لك ما فيش منتخب حتى وإن كان في أعلى مستوياته الفنية يتجرأ أنه هو ما يمارسش الأمور البروتوكولية المتعلقة بأنك أنت تمشي لمراقب المباراة تأخذ تقاريرك تقدم شكوتك وما إلى ذلك. أنت بما أنك فضلت العودة والرجوع فهذا يعني أنك أنت عاطي أحكام مسبقة للحالة أو للوضع الحالي لهذه المباراة. في المجمل نحن كليبيين نرفض أي ممارسات خارجة عن نطاق الرياضة. بالعكس عندنا زوز منتخبات حاليا، المنتخب السوداني والمنتخب الغاني عندهم مباراة غدا، فموجودين في قاماتهم وأمورهم ممتازة. الأمور الفوضوية أو الغوغائية هذه طبعا لا تمثل الليبيين على الإطلاق، لكن هناك تفاصيل أعتقد أن هي دائما ما تكون غائبة حقيقة على علامة. صحيح حالي، وربما حتى أنا متأكد حتى في غضون هذه الحلقة هناك من يسمع يقول لك لا حتى انت ودرتوا. لا واضح مؤيد، لا مؤيد واضح خاطر الناس ماهوش فاهمه اليوم اللي تفسرت اللي 16 ساعه هذه اللي قعدوها راهم انتم وفرتوا حافلات بعد 3-4 سوايع لكن هم رفضوا بداوا يعملوا في الجاليات نتاع العوده. واضح يعني ال 16 ساعه اللي قالوا عليها المنتخب النيجيري فيهم يحبوا يروحوا ويحبوا يرجعوا للنيجيري. هذا هو اللي قلت مؤيد نخليك على فكره مهدي كنا نقدروا حتى نقعدوا 24 ساعه في حالة ما طلعش المسؤولين على المنتخب وبحثوا على حافلات في إطار عادي يعني ما تلعبش. صحيح، من أجل الحصول على مجموعة حافلات، مش حافلة واحدة، مجموعة حافلات تم الذهاب إلى طرق معبدة، صحيح، بالغابات، بوابات أمنية وغير أمنية،
الوضع كان يعني أنا نختصر عليه كل شيء. الحمد لله عندكم النجم علي يوسف حاليا بحداكم استلم المشعل من حمد الهوني وراح يكون في جمعية كبيرة اللي هو الأفريقي، وبالإمكان تسألوا لأنه هو كابتانه في المنتخب واطلع على كل التفاصيل. شكرا لك كابتن مؤيد، انت اعطيتنا التفاصيل، اعطيك الصحة على هذه التوضيحات كما كنت تسمع امين وامير. دونك راهو 16 ساعة هذيا راهي ماهيش صحيحة، 16 ساعة هما حابوا يقعدوا جابوهم بعد 4 سوايع كيران وقال لهم استنوا باش تمشوا بنغازي، لكن فرض الفريق النيجيري يمشي لبنغازي اكيد فالمنتخب النيجيري بدا هو بالسوء. دونك عارف يقول لك انا ماشي غاديك ليبيا شنو يستنى فيها، لكن يقول لك اليوم الصحفيين الليبيين راهو كبروها برشا ميدياتيكمو اكثر من لازم. اي قلت لك انا الاول ظاهر سيناريو محضرين، وتعرف انت نقطه انت ديجا اشرت لها اللي هي معناها اليوم المنتخب النيجيري يملك عده لاعبين معناها على شيل مونديال اليوم. دونك بوست واحد على انستغرام شوف قداش في جيب تفاعلات، دونك هما حبوا يحضروا هذا بوتيتر من الاول ما نعرفش علاش مشاو في هذيك، بوتيتر خافوا على خاطر باش تم معاملتهم بطريقه خايبه، بالك شي جاتهم بعض الاخبار اللي هي غالطه ديزانتوكس معناها في بالهم باش تصير حوايج. من بعد كيما قاو صرحت شيء قاو روحهم دون اوبليغاسيون هم يكملوا في الموضوع في المسلسل. اي امين هذا نكمل معاك ننتظروا اكيد. هو حسب تو رسمي المنتخب النيجيري يقول لك راهو غادر، مازال يعني اخبار ما رايجها تو يقول لك المنتخب نعرف في ليبيا كما كان يحكي مؤيد الناس كل تحكي لتهب ما فماش حاجه رسميه، لكن تو حسب بعض الصحفيين الليبيين يقول لك راهو المنتخب النيجيري ماهوش يلعب باش يغادر. ما نتصورش لهالدرجه هذه مهدي، علاش؟ على خاطر اليوم المنتخب مقابله رسميه الا في اطار ممكن تطمينات من الكاف باش معناها ياخذ الديسيزيون هذه اللي نعتبرها الحقيقه اذا صارت باش تكون باش تخلي وراها برشا نقاط استفهام بالنسبه للديبار سواء بالنسبه لليبيا ولا بالنسبه للمنتخب النيجيري اللي اكيد باش تمس حتى الكره الافريقيه نتصور بعد الشيء هذا. على كل حال السنة وإن شاء الله المباراة باش تصير غدوة ولا ما هيش باش تصير. انتم تسمعوا في EFM توسكي سبور مع مادي العيادي على EFM أحلى غاديو. الأولمبي البيجي وجديد فيها أمير، أنت لعبت الأولمبي البيجي، نصيف البيوي يغادر بعد عرض من الباطن السعودي والمعوض هو يمن الزلفاني. نتذكر نصيف البيوي في 4 مباريات 4 انتصارات أرقام عمري ما عملتها الأولمبي البيجي في كبداية في مسيرتها، دونك 4-4 واليوم المدرب يغادر. اي كاو البداية ذي طيبة جبت نصيف يعني عرض اكيد محترم جدا كسوا ماديا ولا رياضيا، راه مش ماديا بركة كيما لعبت قاعد تحكي خاطر باطن اليوم من الفرق اللي معناها عام في الممتاز وعام في الدرجة الاولى، دوك عملت طلعت هي في 2015 عملوا ذلك عامين ولا زوز ولا 3 مواسم ورا بعضهم في الممتاز، بعد عاودوا رجعوا للدرجة الاولى بعد عاودوا رجعوا الممتاز قعدوا عام بركة، تو عندهم ذلك موسم الفارت هما طاحوا للدرجة الأولى، بتتر عندهم أكيد عندهم بروجي باش يرجعوا للدوري الممتاز، دونك فرصة باش تكون ممتازة وفرصة كبيرة ياسر النسيف باش يرجع للدوري الممتاز، خاطر ما نساوش راهو نسيف بيوي درب في 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 في, في الدوري الممتاز السعودي من المدربين التوانسة القليل صحيح اي من التوانسة القليل اللي دربوا في الممتاز، فما هو فما سجاد القادري فما فتحي جبال، دونك بالنسبة لي هو سيون اوبورتونيتي اللي عبد الرزاق لقاها باهي وعبد الرزاق سمعت سي عبد الرزاق شابي دونك لقاها هو اون اوبورتونيتي باش يعاود يرجع للدوري السعودي اكيد تمنولو حظ موفق ان شاء الله ويلقى الحظ اللي لقاها مع بيجا. بالنسبه لبيجا اكيد ماهيش باش تقف هذيك هي سنه الحياه، اليوم لقاو ديجا هما مدرب جديد نتاعهم ان شاء الله يكملوا في نفس معناها اللونتام اللي بداو بها تاع الشامبيونات باش تكون مهمه صعيبه. خلينا نسمعوا المدرب، هو مدرب معنا في مباشره تثبت عليه يامن الزلفاني. سي يامن مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوه. اهلا بك خويا ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين. سيما انا معايا كل من امين البيجي وامين الدريدي في البلاتو معاك مهدي العيادي، حبيت نسالك كيفاش كانت المفاوضات مع الاولمبي البيجي. نعرفوا مليح اللي انت سيما يعني عندك تجربه كبيره، كيفاش كان الاولمبي البيجي عمل معاك المفاوضات اللازمه؟ والحاجه معناتها واحد شرف كبير باش يحدث في جمعيه في نادي عريق، نادي عنده اسمه في البطوله التونسيه، متوش للعامين الاخرين معناتها متوج بالسوبر وكاس. بالنسبة لي ما تعرفش تقدم لي برشا حاجات بعد الباساج نتاع مستقبل سليمان ان شاء الله كونفيرماسيون مع باشا.
المفاوضات كانت معناتها ما خدتش برشا وقت. تواصلوا معايا الاداره وكانت معناتها بيزك شفتها معناتها في الاعلام الاخرانيه معناتها الاتجاه نتاعها كيفاش. صحيح. معناتها كانت معناتها الظروف معناتها ظروف باهيه ولذلك شجعني باش نكون على دي في ليك يا من نعرفوا مليح هولندا بالبيجي بداية ممتازة 4-4 فينهم زوز مباريات تنقلات صعب برشا من ملعب سوسة ملعب بن قردين مع انتصار جيسو ومستقبل جابس اليوم يعني المهمة ما هيش تكون سهلة ليك كابتن صحيح ما طال مش كيسيون سهلة ومش سهلة ما واحد كياخذ كيف ما تبدا عامل خسائر برشا فيها بريسيون وكيف ما تعرف عبارة في ما تمنى ولا منه هما كيف ديما بريسيون صحيح كيف ما تنسى كيف مي حاجة بيه واحد تاخذ ما كيف الظروف نتاعها ما اللي هي ما تظروف بيه تاخذ كيف ما كلاسي الأولانية ستاندي في بالنسبة لي أنا مدرب ما تحصلت على لقاب نعرف ما كيفاش تدور الأمور خصوصا ما في الكيبات اللي تلعب على المراتب الأولى علاش ليه ما تكونش سنين أولمبي بيجي عنده كلمته في البطولة التونسية برهن في قديم زمان وفي القريب اللي هو معناتها عنده الامكانيات باش ينافس معناتها وكسوا في البلاي اوف وتعماول ولا العماول ولا في كيشاز الكوب سيبا كوب دونك حاجه معناتها حاجه عاديه على الاخر معناتها ما ناخذهاش معناتها من البلصه معناتها نيجاتيف ناخذها معناتها من الكوتي بوزيتيف وان شاء الله ربي يوفقنا. المجموعة عندك فكرة عليها هي من فيها نقايس فيها حاجة باية شنو اللي ترى الحاجات الباية في الأولمبي البيجي شنو النقايس هكا اللي ترى هكا كأول ديبيو هكا أول رؤية للفريق والله بالنسبة للمجموعة مجموعة طيبة صحيح ما مجموعة كانت الأولمبي البيجي من نوع من الانتدابات والإدارة معناتها ووفرت اللي يلزم أهلة المتدربين عندها وليدات صغار معناتها شفت حتى عينت معناتها في الستاتيستيك ولا في الديفيزيوناج معناتها فما دي بونز اليمون ولاد صغار معناتها يستنى فيهم معناتها مستقبل كبير ياسر في كرة القدم التونسية. فيها دي جوار شفروني فيها دي جوار عندهم اكسبيرونس في البطولة معز الشريفية معناتها لازم الشان باش نتكلم عليها ونحكي عليها. رجوع ماهر بالصغير اللي الماتش الأخير اللي الناس الكل شافته اللي الناس الكل تستنى معناتها ماهر بالصغير ورجوع ماهر بالصغير لانه فقدنا الكاليتي تكنيك نتاع الجوار الموجوده نتاع الكاليتي نتاع ماهر. جاسم الخميري كيف معناتها عنده لاعب منتخب اليوم موجود عنده في كيو بي صحيح موجود معنا معناتها سي ايكيب اوموجين فيها معناتها جوارات الاوجي كيف معناتها فخر الاوجي صحيح معناتها سي سوكو معناتها ايكيب معناتها حقق الحق معناتها ايكيب اوموجين ايكيب امبيسيوز وهذا ما تم يخلي لك معناتها سهل لك الخدمه فهمتني وفي الاخر بكل ما تقول لك معناتها اللي سيرتو معناتها لقيت الفيدباك من عند نشيط البيوي ومعناتها ما يسهل عليك معناتها سيرتو تلقى خدمه سيونتيفيك موجوده معناتها باش تسهل يعني يا متاكد السؤال اللي عندي انا بعد السؤال هذا الاخراني هو اللي فما باستاسيون صارت بينك وبين نسيف البيوي هذا هو سؤالي كان ايه وديجا ما موجود معنا حمدي مرزوق اللي هو المدرب المساعد صحيح كان المدرب المساعد حمدي تسال عليه برشا حاجات صحيح حمدي راه اشتغل معنا عام كامل في افيم وكان محلل معنا عام كامل نوجه له تحيه انسان متربي برشا متخلق برشا من احسن مريت في كره قدم زي ما قال متربي ومتخلق مع تشبيع لا يخدم بركان عليه قائد فريق ما ادراك العملاق نادي الافريقي سنوات يعني ما نجمش نحكيو على عبد المرزوق ملعب التونسي صحيح تحيه ليك يا يامن ان شاء الله ربي يوفقك نتمنى لك التوفيق مع في تجربتك الجديده مع الاولمبي البيجي سعيد جدا باش يكون مدرب تونسي في فريق تونسي امين مشي نصيف جاي يامن بروفي شبه لبعضهم كيما جمال قبل كيما طارق قبل يجي جرايه يجي جمال خشارم اليوم يجي نصيف ايا وبعده يجي مازال فين اكيد البروفيل اللي ديما تحب عليه باش باجا الحاجه اليوم حتى سور لو مارشي توفرت لها بوكو دو اوبورتونيتي فما برشا مدربين موجودين على الساحه وخذيت ممكن الشومان تاع انه تاخذ ديما دي زونترونور اللي هما ماهمش
معروفين برشا على الساحة باش تنجم يخدم حتى هو مثلا تبدأ عنده الفورس دو كاركتير وينجم يواجه الصعوبات اللي باش يلقاها معناها في الأولمبي الباجي. ممكن الحاجة الباهية باجا اليوم عملت بون ديبار خاصة وقت اللي نشوفه سيرتو الديبار من مقابلة النجم الرياضي الساحلي أعطت معناها إفي بالنسبة للمجموعة ودفع كبير بالنسبة للمجموعة، شيء اللي خليها اليوم عندها كات ماتش كات فيكتوار، شيء هذا باش يخلي يمن في معناها في وضعية اللي باش تتقارن نتائجه مع نتائج النصيف. مي الحاجة الباهية اللي سمعناها كيما بكري اللي فما معناها تواصل فما باساسيون، هذه حاجة باهية. الأولاد سيرتو في الجينيراسيون الجديدة الأولاد معناها فما سوبليس فما معناها تواصل ما بين لي زونترونور، وهذه من الحاجات الباهية. اليوم ليفيكتيف نتاع الأولمبي البيجي مع الكاليتي دو جوار اللي موجودة سواء لي جون الشيرني الماكني اللي كانوا موجودين في المباراة الأولى صحيح، هذا مهم برشا مع الاولاد اللي هما ريكروتي وحضروا ابارتير من الدوزيام ماتش. معنا اليوم قاعدين نشوفوا في نويو باهي في الاولمبي البيجي، دونك الفرصه مهمه برشا بالنسبه لليمن باش ياكد معناها البريزونس نتاعو في المارشي التونيزيان وباش يقدم نتائج باهيه. مي الاوبستاكل الوحيد اللي هو الاولمبي البيجي قاعد يلعب البرة من التيران نتاعو، وقاعد سيد سيرتو يلعب في دي تيران بارفوا يتحط في دي سيتياسيون خايبه كيما مثلا الملعب نتاع مجاز الباب ولا غيره، اللي هما ملاعب ان شاء الله نشوفوهم في ملاعب ما افضل. وان شاء الله زاد كيف كيف الاولمبي البيجي وصل بنفس سلسله النتائج الايجابيه اللي حققها. واضح امير من الاولمبي البيجي دي في جديد، فتره نصيبه مشات او فتره جديده نتاع ايام الزلفاني صحيح. اكيد الشواء اللي قعد حمدي مرزوقي مدرب مساعد اللي نافو حمدي في الكوميونيكاسيون ممتاز جدا، دونك فما باساسيون زاد بين زوز المدربين. الاجواء طيبه، خروج ما غير حس وقدوم مدرب زاد كيف ما غير حس في فريق ماهوش قاعد يعني في حس برشا لكن يعني في نتائج. اي بيجا كما قلنا هو بصراحه تحيه للمسؤولين نتاعو، لانه العوام الاخرى بيجا ديما اول حاجه ولا يكتشف في المدربين ما عادش يكتشف في الملاعبيه بركه، وثاني حاجة عادة لاعبين يخرجوا كل موسم تقريبا بيجا يخسر الفريق للسيسيم تاعه، وفي ساعة في ساعة يعود يكون فريق قادر وانه ينافس ويكون موجود في المراكز دولة ويصل حتى الأدوار النهائية في الكاس. بالنسبة ليمن باش يكون عنده بوكو ديفي معناها بارابور اللي عملته بيجا في الأربع ماتشات الأولانيين. الكونتينيتي تعرف مهدي راهو هو عطى ليكزومبل تاعك تاخو جمعيه خاسره برشا بتتر اسهل راهو ملي تاخو جمعيه رابحه برشا، خاطر خاسره باش تدخل باش تغير اسهل. معناها تقريبا عندك انت الكارت بلونش مش نحكي من الاداره فيزافي مع روحك باش تنفذ افكار جديده باش تعمل كل شيء جديد، خاطر دو فاسون القديم ما كانش ماشي. اليوم الاشكال كونه القديم كان ماشي في بيجا، شنو باش تعمل باش توصل في نفس الفكره؟ عنده انوتر ديفي اللي هو الملاعبيه اللي كان يسمي فيهم كيما جاسر كيما مير بالصغير كيما سيسوكو كيما فخري العوجي، هذوما كل ملاعبيه اليوم ناس عندها فيكو وناس جايه باش تلعب. القاور واحد في المباريات الاولى فيو المنع الانتداب ما همش موجودين، وفما الاخرين اللي خاطر صحوا مخر شويه مازالوا ما حضروش فيزيكمون، اليوم حضروا فيزيكمون المنع الانتداب تنحى، كيفاش باش تعامل انت كمدرب معاهم؟ باش يلعبوا ما يلعبوش؟ خاطر الكيب اللي قاعده تلعب قاعده تربح، دونك ما عندك حتى داعي باش تغير. دونك لهنا ما امير خاصه الشيرني والماكني اللي قاعدين يماركيو براتيكو فوالا، دونك يماركيو معاهم الحمري معناها هذوما دونك ربيع الحمري هذاك علاش بلوزيور ديفي موجوده، معناها كيفاش بيتعامل هو مع الرصيد البشري الفريق اللي باش يبدا بيه هنا هو باش يخلي نفس العشرة فوالا. دونك فما عده امين عجبته معاه. ما تنساش حاجه اخرى اللي الناس الكل تعرف انه بيجا كيما اغلب فرق التونسيه كل فما شويه مشاكل ماديه، دونك هنا مع الربح مع البريمات باش تبدا شويه الامور، فباش يبدا فما شويه تململ زاده فما في الملاعبيه. ولكن جروسو مودو بيجا بصراحه اليوم معناها من الفرق اللي ولات تعطي في مثال باهي برشا في البطوله، ان شاء الله اكيد نتمنى لهم الحظ. تعبت في بيجا، بيجا يقول لك هواها ودنيتها وبلادها بلاد كوره. شوف هو مهدي عندك هو استاد معناها وسيابي وبيجا شبوا لبعضهم برشا ثلاثه جماعيه فوالا، جمهور كبير ناس تحب الكوره برشا مغرومه برشا بالكوره وناس تشوف في رواحها كبار ياسر معناها استاد تمشي للاستاد باش يحكي لك نور الدين ديوا احمد المغير فماش طيب جبير جيل بن زرد كان بعدنا نائب رئيس جيل بن زرد فوالا برشيد زواوي ما فماش تمشي حمده بن دولي تمشي البيجا نفس الشيء باش يجيبوا لك جينيراسيون نبيل بشيوش جينيراسيون الاولى واول محترف يسامحوني الاخوه البيجا فوالا بوجمع الكميتي اول محترف تونسي مشى لفرنسا وجينيراسيون الكبيره هذيك نتاع التسعينات اللي الناس الكل نعرفوها وجينيراسيون نتاع الثمانينات لاخر عباد اللي هما السليتي ونبيل ميساوي. دونك
على مر الجينيراسيون بيجا ديما فاهم لعبه كبار، دونك ديما تلقى روحك في مقارنات اوتوماتيك معناها ما تنجمش تهرب منها، والجمهور ديما يستنى فريقه في الستاندينغ هذاك، دونك فما برشا ضغط. اما ناس باهيين بصراحه، مهدي البجايه ناس مضيافين ياسر، وناس ذواقه، وكي تعطيهم وتعرق على المريول بالحق يحطوك في غريوسهم، معناها من اطيب العباد بكل صراحه. صحيح. أمير يقول لك يحلو فيها العيش ولا يحلو فيها كرة القدم بيجا، لكن بيجا العوام الأخرى بصراحة يعني فريق ممتاز جدا، هاز كاس تونس، هاز السوبر كوب، كل ما قالوا دمي فيناليست باش كمل، كل ما يقولوا الأولمبي البيجي أموره مش هي، تلقاه الأولاني في البلاي أوت ولعب دمي فينال، دونك فريق لاباس به رغم كل المشاكل المالية ورغم كل المشاكل اللي عايش فيها، خاصة الملعب راهو خاطر مش ساهل، تو الناس تسمع فينا راهو مش ساهل، فريق ما يدربش في ملعبه وما عندوش ملعب يعطيك الصحة. لا راهو مادي تفهم حاجة في بيجا، خاطر صباح الماتش نعرفوا النزول في بيجا فماش نزول معناها فخمة ياسر، موجودين في وسط البلاد في القلب معناها. راهو صباح من الخمسة يبدا بالميكرو اغنيات الاولمبي البيجي وتقوم الاربعة تاع الصباح راك تقوم، معناها الامبيونس اللي يعملها الماتش في بيجا راهي حاجة أخرى. دونك لو فيت كونهم مش يلعبوا حاجة أخرى بخصوص الفوتبول، دونك لو فيت كونهم ما يجيوش بالكراب راه خاطر قريبة، معناها من وسط البلاد الناس الكل تحت مع بعضها على ساقيها، كبار صغار ما فماش فاناتيك راجل كبير، الناس الكل مع بعضها واحدة واحدة، خاطر الدرايجين تلقى روحك في الملعب فهمت، وبرشا امبيونس، دونك لو فيت مش يلعبوا في الملعب هانديكاب كبير. نجاوبك على الكيستيون، خاطر الحاجه المهمه برشا باجا في السنين الاخرانيين، معناها اون ديري فما سيلول نتاع سكاوتينغ ولا تعرف تريكروتي بالكدا، كي تشوف انت كاليتي نتاع جوارات كيما الحدوشي ولا الحنشي في فتره من جارديان شاهين السماوي اللي لعبت فاجئت بيه هذيك انترناسيونال دو كاليتي في الفتره الاخرانيه، هذا اللي خلى نجح البروجي مع الانتيغراسيون زاد كيف كيف نتاع لي جوار ايترونجي اللي قاعد تجيب فيهم، تشوف سار وتشوف العديد من اللاعبين الاجانب اللي نجحوا اوكبوزو اللي نجحوا في الاولمبي البيجي، هذايا مع زاد كيف كيف لي جوور لي جون جوور ولاد السونتر دو فورماسيون اللي قاعدين يكونفورمي ويجيبوا الفلوس بالضبط، هذايا الحاجه اللي خلات اليوم الاولمبي البيجي ناجح سور لو مارشي، وقاعد يخرج في ملاعبيه في كل موسم يعمل دي ترانسفير، وو ميم طون يجيب في ملاعبيه باقل كو، دونك معناها ويبيع كيما شرف الدين هون كيما برشا لاعبين، هذايا الشيء اللي خلاه من نواحي الكل ناحيه سبورتيف وكيف كيف فما حاجه خاطر معناها تعقيبا كلمه مين تاع سكاوتينغ، فما خاطر احنا فما حاجه مانيش فايقين بها في بيجا اللي راهو الهيئه ذي هي نفسها من 2017، معناها شنو يدخل واحد يخرج واحد الرئيس سبع سنين هما في الهيئه، مال الكاتب العام نفسه كانوا في الصغار كامل قنديل نائب الرئيس نفسه والكاتب العام مراد الفرشيشي محمد الفرشيشي، هذوما راهو من 2017 ومن قبل موجودين في الهيئه فهمت، دونك جوست يتبدل واحد اثنين يتبدل الرئيس، اما الهيئه نفسها الناس اللي تخدم هي نفسها، دونك هذاك علاش فما استمراريه كبيره مخليه بيجا تنجح. قاعد نحكيوا على حاجه بوزيتيف على بيجا، خلينا نرجعوا لكره القدم التونسيه على الضيع اخر الاسبوع، هو فما اضراب كان ناجح للجميع الحكام من خلال مباريات الجوله الاولى من الرابطه الثانيه، ما دالوش المباريات الكل، نعرفوا منيح الحكام عمل اضراب وتم الاضراب نجح رغم ما قيل عليا ان الاضراب ماهوش يصير رغم هذا الكل، لكن اول مره راهو جا الحكام سوليدير مع بعضهم في وقفه ممتازه جدا، باش ناخذوا توضيحات وشنو ما بعد الجريف هذايا. معنا سي مهدي بسرور اللي هو ممثل عن حكام رابطه النخبه A و B، معنا في المباشر سي مهدي، مرحبا سي مهدي وي خويا مرحبا بك، انت مرحبا بك على المباشر على FM سي مهدي، كنا نحكي وقلت لك مرحبا بك ومرحبا بالناس اللي معاك واللي عملتوا اضراب اللي كان ناجح في يوم السبت ويوم الاحد، السؤال الناس كنت تستنى فيه في الشارع الرياضي، ماذا بعد الاضراب هذا يا سي مهدي؟ يعطيك الصحه مهدي، شكرا على الاستضافه. عايشك. نحن خويا مع الحوار، اول حاجه الساعه نبدا بتعزية السيد الوزير ان شاء الله ربي يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وإن إله وإن إليه راجعون، دونك ربي يرحم الوالدة نتاعو صحيح، كان من المنتظر أن نلتقي اليوم بالسيد الوزير لكن الله غالب يعني مصاب شلل، إن شاء الله يا ربي تؤجل في القريب العاجل. نحن أخويا مهدي توا مع الحوار، نحن نسعى ونحب على الحوار، وكنا سعينا باعترافات من اللجنة الحالية أن تواصلنا بهم وتواصلنا معاهم نحب ونتحاور، لكن هما ما حبوش وما رفضوا الحوار مع الحكام. شكر السيد الوزير على التدخل وعلى يعني الاستدعاء، شكر لسلطة الإشراف اللي سمعتنا قدرة ربي، دونك احنا مع اللي بيشوفوا السيد الوزير
واللي باش يصير من مخرجات هذا الاجتماع راهو الحكام باش تلتزم به وباش تطبقوا. يعني مهدي نفهم من كلامك اللي انتم عندكم الثقه في سلطه الاشراف والوزاره، يعني باش تحدثوا معاه باش تعملوا معاه حوار وباش تكملوا ان شاء الله وتزفروا ان شاء الله ثقه تامه. اي واضح. باش نخرجوا كان بحل، واللي باش يقولوا سيد الوزير واللي باش تقروا سلطه الاشراف احنا باش نمشيوا معاه بدون ابتداء اي اعتراضات او نقاشات. ما دام سمعتنا وعيتنا مشكور سيد الوزير شخصيا، فبالتالي احنا منكونوا كان نبيه الطلب الانسان اللي يعطينا يد نحن نعطيه 10 يدين. واضح. فبالتالي يلزم ان شاء الله يكون الحوار مع سيد الوزير في القريب العاجل قدرة ربي، وقدرة ربي افرى الحوار ديريكت راهو باش تفرج يعني وباش نلقاو حل. لانه يعني هذوما اعلى هذه السلطة يعني وهرم يعني يقدروك واعطاوك قيمتك واستدعاوك وكبروا بيك، ما فماش اكثر من هذا يعني. واضح مهدي، واضح. باهي مهدي، البارح السيد مراد دعمي اللي هو مدير اداره التحكيم كان عنده حوار البارح مع زملائنا في الاحد الرياضي. بعد الحوار رينا كونفيونس كبيره، اطمئنان كبير، رسالات موجهه من سي مراد. لكن اليوم الصباح حليت الفيسبوك وشفنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي عكس ذلك، وكنتوا غاضبين برشا على كلام مراد دعمي. الحقيقة يعني استياء كبير، الحقيقة استياء كبير خاصة من الحكام والحكام الشبان على تصريحات سيد مدير الإدارة. حقيقة سيد مدير الإدارة مازال يتبع معناتها لا نعرف. نعم مادي، سامحني مادي. احتقار الحكام لا ندري. الأصل أنه مدير الإدارة هو يعني ليلم الشمل ويقول الأربيتروات ولا مهدي. مهدي حسب اسمه مهدي، ما تسمع فيا مهدي. مهدي تقعد في المكان اللي كنت فيه خاطر الاتصال تنعاود نحاول نتصلوا به. تعليق خويا، تعليق. قال لك احنا قابلين حوار ونحبوا الحوار وعندهم ثقه تو في السلطات المشرفه وفي الوزاره، دونك فما بوادر انفراج كان يا يعني بطبيعه كان صوت الاشراف هو سام. احنا من هكا ولا هكا دونك طولي كامل مش نحييهم على الاضراب خاطر ماذا بينا ما نوصلوش للاساس. هو اذا كان فما حاجه انت قلتها تحيه على السوليداريتي نتاعهم، تحيه وانهم تكلموا خاطر الفو معناها لازم تقف. لازم تقف مهدي الحكايه دي. شوف راه مثل تقول لي والله يا مردود ها يدي يعطيه حق، وقال لك اعطيني حقي وفي وموش مطالب باش يكون محتاج، خاطر انا سمعت في بعض البلاتويت ليها ويخدم موش محتاج هو يمارس في التحكيم اللي هي على باز فوالا هوايه، خاطر احنا معنيش محترف وعنده منحه يتقاضى فيها عطيه نتاعو وفيت الحكايه. كيما الملاعبيه لازمها تخلص، كيما المدربين لازم تخلص، هذه الجامعه لازمها لازم حل، لازم تتنظم. شنو الناس تخدم بلاش؟ فما شكون هما فيهم المديرين يخدموا بلاش؟ ما يخدموش بلاش. بالنسبه للحاجه اللي انا بصراحه مستغربهم فهمت لها حتى تفسير، معناها مراد الدعمي جاي صباح العشيه هبط التعيينات درا شنو؟ معناها انت المفروض جاي باش تلقى حل، تلقى حل باش تجبر العباد وقت اللي هما حتى في طريقه التعامل خاطر مادي حتى دون لا بسيكولوجي دو جروب، انت جروب كامل هذايا مع بعض والاف الحكام، جاي انت مهبط معناها قرارات باش تفرسي على العباد وباش تزفر بالسيف. امين. خلينا نرجعوا مع مهدي. مهدي مرحبا بك من جديد. وي مرحبا بك من جديد مهدي، مرحبا بك. اسمعني مهدي، وقفنا مع اللي مراد دعمي، انتم عندكم استياء كبير من تصريحاته، ووصلنا لكلمه الاحتقار، وين ترى في الاحتقار اللي عمله مراد دعمي للحكام مهدي؟ انك انسان يدخل اداره يلقى حكام مقاطعين مقابلات. الاجدر شنو يعمل؟ اسكت، يعين الحكام، يعين المباريات ولا يستمع للحكام، والا يعيط للحكام ويقول لهم اجاوا ولادي رانا باش نلقاو حل واجا نحكي. صحيح. عين ديرك كان ديرك. هو حتى بيدو عين نفسه حسب حكايه، حتى حسب شفنا البارح برشا عباد يعني برشا صحفيين ياكدوا اللي هو عين نفسه. يعني تدخل تلقى حكام مضربين، وفما رسالة واضحة من الحكام بمقاطعة المباريات لأسباب، تعيط للحكام وتحكي معاهم وتشوف شنو وقتها يلقاو يجاوب منك يسمعته أكيد باش يمشيو معك. لكن أنت تدخل في صدامة معاهم وتصعد معاهم وتعين الحكام وما يمشيوش الحكام، والبلاغ لم يتغير إلى حد البارح في الليل في الأحد الرياضي لم يتغير البلاغ، وصر مدير الإدارة أنه يفرض سلطته على الحكام بالقوة. العهد أنك تفرض وتقمع الحكام وتجبرهم ولا رانا قطعنا مع العهد الماضي ولن نعود، راهي الاستقلالية في التحكيم مكسب أكيد
راه لن نعود الى الوراء. واضح. الف تحيه للسيد العروس المنصري عضو الاداره بالروح للحكام. واضح. باهي سي مهدي، نهار السبت والاحد القادم جوله خامسه مرات المحترفه الاولى، سؤال هل جاوبني نعم ام لا، هل ستدور المباريات نعم ام لا؟ مادام عيطنا السيد الوزير وبشقاء حوار اكيد باش نخرجوا بحل واكيد باش تتلعب. واضح. مهدي عندك مضيف؟ لأني فتحت لك الباب باش نوصل صوتك، كان عندك مضيف سينون نقول لك ان شاء الله. ان شاء الله. والله نداء للزملاء الحكام. واضح. وحدة الصف، التضامن، اثبتوا يعني وحدة الصف والالتحام ولحمة كبيرة ياسر والتضامن. مشكورين كل الزملاء، سامحونا. دونك شكرا للزملاء الحكام الدوليين، شكرا لحكام النخبة، شكرا للقاعدة، لحكام الشبان. دونك ان شاء الله بقدرة ربي في الافق يعني اثر الاجتماع ان شاء الله مثلا كان الخير، ورانا احنا ضد التصعيد وضد الفوضى، ورانا ندعاو للحوار، رانا ماذا بينا نستأنسوا النشاط وتدور العجله ونتفرجوا في الكوره، يزي من البلاغات ويزي من الاخذ والرد، خلينا نتفرجوا كوره وان شاء الله نوفق المنتخب الوطني. وان شاء الله مهدي زاد مره واش اخطاء كبيره للحكام وفضايح للحكام كما رايناها في الجولات الاولى. يعطيك الصحه مهدي على صداره. شكرا. على صداره كيف قلت على صداره رحابه الصدر نتاعك، وبارك الله فيك اللي انت دخلت معنا، اللي انا للامانه ما حب حد يتدخل، اللي نكلمه من حكام يقول لك يزي خويا خليني خويا هاني نتفرج، هو المشهد قدامي خليني نتفرج. امين كمل فكرتك على كما قلت لك. انا اللي اكثر حاجه مستغربه هي موقف سي مراد الدعمي اللي ما عنده حتى تفسير، معناه انت جاي كما كان يتكلم تاو مهدي، معناه خسرت ولادك انت من نهار الاول، واصلا هو المشكل هذا كان ينجم يتفاديه، كان ينجم هو يتحدث مع الرابطه والجامعه وتتاجل جوله بتبيعتها وتتاجل مباريات شبان بتبيعتها ونقعدوا مع الحكيم ونلقاو حل ونرجعوا يزفروا. تخلى هو هب التعيينات وحده كما قال، ومعناه سامحني ثقه تامه، راه المشكل كي عندك ثقه في نفسه وسير هذا الكل راه مشكل بالحق. امين تو انا تفهم روحك اللي انت غلط، تفهم روحك ليه مساج الاخريني تو نتاع مهدي تفهم منه برشا حاجات. تحيه السي عروسي المنصري، وانا زيد نقدم تحيه انسان نعرفه وراجل محترم برشا معناه بصراحه. هيا سي امين تعليقك انت خاصه انت في الليك تروا خويا عندكم مشاكل اكثر، والناس تو الفيدرين يقول لك الرابطه الاولى والثانيه، اما الرابطه الثالثه والرابعه امين فيها مصلي على النبي، اخطاء تحكيمي جو كبير ياس جو كبير ياس صراحه هذا صراحه ولا صراحه. اكيد هو ما يخفى على حتى واحد معناه المشهد الحقيقة، فما ضبابية كبيرة شفناها خاصة من الأول في التعاطي مع الموضوع. فرق في متاع الليغ دو فما برشا عباد تنقلت وبرشا مشاكل صحيح. مادية في النوادي ونعرفوا الشيء هذا. دونك أنا واحد من الناس ممكن الحاجة الوحيدة اللي تمنيتها اللي نشوف مثلا من الأول كانت تصير ديكلاراسيون من ليزاربيتر اللي هو مش باش يمشيوا، وزاد كيف كيف الهيئة التسوية زاد كيف كيف تاخذ ديسيزيون بإلغاء الجولة باش معناها الناس الكل معناها تكون معناها ما تصيرش فما ديديغا بالنسبة للجمعيات ولي ديبلاسمون، مع أنه زاد الأسبوع القادم نتصور الجمعيات مطالبة باش تعاود ترجع للجولة الأولى خاصة في الرابطة الثانية مع الرابطة الأولى. دونك معناها نتصور أهم حل لازم يلقاه الهيئة متاع التسوية مع سلطة الإشراف السيد الوزير مع زاد كيف كيف الناس الكل المحيطة بالموضوع هذايا، يلزم يلقاه حل في أقرب وقت، خاصة أنه أنا الحقيقة نتمنى أنه نشوفه نمشي حتى الما أبعد. اليوم ممكن الطرف الوحيد اللي قعد هاوي في كرة القدم هما الحكام، علاش ما نمشيوش في دي بروسيدور؟ فما راه فما صدق السنة مثلا حكم ماهوش هاوي، حكم يعني بروفيسيونيل، فهمتني؟ صدق السنة مثلا هو الوحيد استثناء هو الوحيد. دونك معناه علاش خلصوا الفيفا ولا الكاف ما عرفش كون خلصوا. أما الأهم من هذايا الكل مهدي لازم نلقاو حلول، خاصة في معناها مدة طويلة عامين راهو معناها لعبات الديبلاس وتتحرك من الشمال للجنوب أكثر ولا أكثر، فما ناس من 2015 2016 ما خداش فلوس واللي هو بالأساس هاوي. دونك معناها برشا مصاريف مع المشاكل المادية زاد كيف كيف اللي في النوادي اللي قاعدين نشوفوا فيها. دونك يلزمهم يلقاو حل اللي يرضي الأطراف الكل خاصة النوادي واللي زاربيتر اللي زاد ناس طالب بحق. أكيد باش نرجعوا إن شاء الله. سامحني ما تهبط التعيينات لما تأكد تهبط التعيينات لما تعرف هو ظاهر تهبط التعيينات وبعد يقول لك حتى قضي امر واقع ما كانوش يتصوروا باش يعملوا هذا الكل. اكيد ان شاء الله كره بامبي وان شاء الله الاسبوع القادم نرجع للبطوله. هيا من الحكام نحكيوا حاجه اخرى اتعس برشا. التيرم هو خايب شويه لكن على غالب هذيك كورتنا من الحكام نمشيو للمنتخب التونسي نعملوا هزيمه مع
فريق ولا منتخب 118 عالميا. اكيد نستنيو غدوه في الاكسيون، نستنيو غدوه في ماتش كبير، نستنيو غدوه في المنتخب التونسي يعمل يعمل الاكسيون باهيه. امير، فوزي الناس كل اجمعت اللي هو اخطا في هذه المباراه، فوزي بن زرتي، شنو لازم يصلح فوزي في المباراه القادمه؟ هو سنحط الامور في اطار راهو جزر قمر منتخب اللي تطور برشا مهدي، هذه حاجه زاده من الاسباب اللي احنا قاعدين اليوم نخسروا في في مباريات ودي بوين مع دي زادفيرسير، خاطر قاعدين اون سوز استيم لعباد راهو شويه زينا شويه مجنون العظمه. راهو منتخب جزر قمر قزمو يعني قصدك منتخب عندهم لعبايه تلعب في اولمبيك مارسي، في اولمبيك ليوني، في البطوله السعوديه، في تروا، في البطوله زوز المهاجمين على البطوله السعوديه في الدوري الممتاز، وتعرف اليوم مشرين بالفلوس وبعض اللعبايه اللي يلعبوا في الناسيونال معناها ليكيفالون تاع الدرجه الثالثه في فرنسا. دونك منتخب منظم، مدرب زاد كيف كيف ايطاليا على على كل. بالنسبة لنا احنا كمنتخب تونسي وهذا اللي خصنا برشا حاجات لازم تغير، معناه شوف فما اختيارات، معناه واحد يفهم كي تبدا تعمل خيار وما ما يمشيش ما فما حتى اشكال، هذيك هي هذيك الحياة وهذيك كرة القدم، ولكن فما خيارات اللي تجربت قبل كي تكررها انت ما عارف شنو المغزى منها. مثلا احنا باش نلعبوا مع منتخب نعرفوا ديجا عملنا ماتش معناها نفسه بريتسك تعاود، هو مباراة مدغشقر، مباراة مدغشقر الكرة اللي خلطت فرجاني نحاها وبعد ماركة هو بونتو كانت ماركيت الهدف هذاك، نفس الشيء معناها نفس النتيجة باش تكون 1-0. باش صار في مباراة مدغشقر نفس الشيء، لعبنا بدي جوارد وكولوار ماهمش بلايسهم، برشا رزن برشا ثقل في الليزارية لاتيرو، عاودنا نفس الشيء. اليوم اخترنا رفيعة باش يكون هو كولوار على اليمين، وقت اللي نعرفوا اللي رفيعة ما استعملناه كولوار في المنتخب مع مدرك كبير ولا مع جاي القادر إلا وقت اللي لعبنا مع منافسين اللي هما ما اونترغيومي اقوى منا بور ديفوندر، معناها باش يخدم لك هو الرول ديفونسيف اللي با كابابل يوم رفيع باش يعمل رول اوفونسيف والكري لا ديفيرونس. محمد علي برمضان اللي هو تقريبا من النقاط المضيئه في منتخب مباريات الاخرى نحطوه على الكولوار جوش نقتلوه كريمو، هذا الكل علاش نتسائل انا، خاطر نعرفوا ليوسف بحكم عامل السن ما عادش ينجم يكون على الكولوار، ما عادش ينجم يقوم بالرول ديفونسيف، ولكن كنا نجم نلقاو اونوتر فورمول. اليوم ما تتخليش على نقطه القوه نتاعك محمد علي برمضان وتحطه هو على الكولوار ونفقدوا كيكا السرعه في اللعب. لي دوزاريا لاتيرو اليوم انت عيطت لك شريده معاك، وانك شريده عمل 72 دقيقه في 6 اشهر معاك، وانك شريده مش حاضر بدنيا، وانك على شوط كاليتي نتاع شريده ولي مونتي نتاعو كاليتي تكنيك ده هالي قادره انها تصنع الفارق، معناها وقت اللي انت ريت وانا المنافس عطيك الكوره ومؤخر تيلي كنا نجمو نلعبو بشريده، خاطر الحل باش يجيك كان من لي زاريه. اليوم تحط روحك مأزق اخر انت، ده اللي نعرفه اللي احنا عندنا كان علي العاب دي من وقت اصابه علي معلول، علي معلول طبعا تقريبا 6 اشهر المفروض نلقاو حل في نارير جوش، المفروض امين شير هذا الناس الكل تحكي عليه في لافان عيطوا له نشوفوه اسكي ليفا، ما نقعدوش لاخر لحظه هاي جات ضربه للعاب دي شكون باش يلعب علي الجوش عايط واحد عايط دوك هذي كله مشكلة. وعلي العابدي راهو اخر مباراة لي مع منتخب التونسي ما كانش كان عمل اسوأ مباراة راهو قبل الاخر تحكي مدغشقر خاطر ما ترانيش جاي بصح مشى هو صح قعد ثلاث ايام ما ترانيش دونك حاسيلو دوك هذي الكل معاك نضيف له انت من بعد التغييرات معناها حتى شيء مش مفهوم في المباراة هذه ما نعرفوش احنا المنافس ما درسناش كوم يلفو معناها وفما نقاط قوته هذا هو وفما مهدي فما بعض اللاعبين بدون واحد راهو سون سيتي وما فما حتى اشكال لو فما انت سمع انت ادو زيرو واحد شيء كي باش نلعبوا لي سخيري شنو الاضافه نجم يقدمها راهو حتى اليوم حتى فني ما يشكك في اضافه لي سخيري كيبدا هو اساسي فما حتى تكنيسيان يقول لك شبي سخيري يلعب اما انت خاسر واحنا ميليو تيران تاعنا رزين بطبيعته بلغه الكره رزين فرجاني وعيدوني رزان ما يلعبوش بروميتو نزيدوا عليهم الياس السخيري وندخلوا في بلاصه فرجاني ما بدلنا حتى شيء اكثر من هكايا فما ملاعبي اليوم شوف يفو تورني لاباج مات اليوم ملاعبي كيما على غرام اذا كان ما يلعبش تو قاعد يفك في بلاصه شو سامحني امير هنا سؤال شكون باش نح ياسين ولا منصر انا مباشر ياسين ولا منصر انا مدرب ياسين تاع علي غرام على خاطر هذوما منتصر خاطر منتصر وعلي هذوما البير نتاعك باش يكونوا هما ثلاثة هو ما خطاش ياسين الولاد هو ما خطاش هو قاعد يلعب في مباراة ثانية ياسين خير ماهوش قاعد يخطأ أمير ماهوش قاعد يخطأ في مردود طيب طيب واضح متوسط يعني تراه واضح خلينا نفهم بالنسبة هو إشكالية المنتخب ماهيش في وماهيش أسامي هي ماهيش أسامي ياسين و ما لو فيش مثلا إشكاليات الإشكاليات خاصة على مستوى الأروقة اليمين واليسار والناحية الهجومية معناها هذه الاشكال اللي شفناه انت وقت اللي اليوم لعبنا ضد منافس تقريبا شوط الاول وحتى مقابله كامله متمركز في بلوك با طايح دونك لهنا كان الحلول اللي باش نلقاوها باش نلقاوها على الاطراف والا معناها باش تطلع الريتم بالسرعه
زاد كيف ولا بالفنيات تير دلوان اللي هذوما الكل ما جربناهمش. وحتى لي شواء على مستوى معناها التعويضات ما كانتش في دي شواء بيان سيبلي. ان شاء الله نتجاوزوا شيء هذايا في المقابله هذه. دونك فما تغييرات انا اللي متاكد انه يلزم تكون فما تغييرات بارابور المقابله الاخراني مع زاد فما امكانيه المنافس ينجم يخلينا برشا مساحات. ونتصور ان المنافس مش باش يبقى مش يلعب نفس المقابله اللي لعبها معنا في رادس في ابيجون. نتصور المنافس ممكن باش يطلع شويه البلوك ممكن باش يخلينا برشا مساحات ممكن زاد كيف كيف في المقابله في ال11 الاولين نجموا نلقاو المجبري من الاول نجموا نلقاو زاد اللي يستمر نجموا زاد كيف كيف بلال الماجري مع ممكن تنجم تصير مفاجاه واحده اخرى مع زاد علي العابدي ماهوش باش يكون كونفيرمي في الماتش هذا ممكن ماهوش باش يبقى زاد كيف كيف على البنك على البنك باش يبقى بن حميده اساسي ان شاء الله. زاد اللي اهم من هذا الكل اللي المنظومه تمشي ونشوفوا انه فما اوتوماتيزم في الجروب ونشوفوا زاد لو بليز بورتون فما رغبه اللي ما شفناهاش في المقابله الاخرانيه. شكون اللاعبين تراهم اللي يلزم فوزي بنزرتي يبدا بيهم في المباراه غدا؟ لا مش يلزم كيما قلنا هي التغييرات يلزم يعطيك نفس جديد ويعطيك التغييرات لازمها تكون معناها. شوف لازمنا نسرعوا سمير يمين سمير يمين شكون انت في بلاصه فوزي بنزرتي شكون باش يدخل؟ انا قلت لك انا ما نعرفش الحاله بدنيه تاع كشريده تسمح له باش يعمل 90 دقيقه ولا اذا كان اليوم بدنيا قادر باش يعمل 90 دقيقه ولا فما حتى مانع انه يكون اساسي. شواء الياس الصخيري كيف كيف ينجم يكون يبدا هو كاساسي حنا بعل علاش ليه اليوم فما المهاجم معناها نفس الحاج محمد قاعد يلعب في بارما اليوم يلعب في كلش وجبناه ما خدش دقيقه واحنا خاسرين نهبطوا نفضلوا باش نهبطوا اكسيال. ما شنو الميساج اللي عديته للطفل الصغير انت عمره 20 سنه معناها خاسر هبط اكسيال وما هبط حتى دقيقه. دونك لهنا شوف على كل هو كيما كنا نحكيه اليوم لازم منظومه اللعب كامله اهم العناصر ومن الاسماء منظومه اللعب تبدلي اكثر سرعه فما برشا مونوتوني في 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 دفاع في لعب المنتخب التونسي يا اوكين انتونسيتي فما حتى ديكالاج فما حتى كرياسيون دي سباس. اليوم لازم اكثر موفمون الملاعبيه لازمها زاده هي تحمس ولياتها وتعطي اكثر واكثر افكار في كسوا في صناعه اللعب كسوا زاده في كره ثابته رينا جمله واحده اللي تعاود يضربوا كره ديزيم بوتو باش نرجعوها وقت اللي هو المنافس فاق بيك وطويل. دونك برشا برشا خدمه باش تخدم مسكن هارين هذوما كيفين ولا اهم شيء ان شاء الله الفولونتي نتاع الملاعبيه والاجريسيفيتي والجرينتا نتاعنا نتاع التوانسه ان شاء الله نقدروا نجيبوا بها 3 بوان هذوما اللي باش يهنيونا على الكاليفيكاسيون وبعد فهم برشا حاجات الاصلاح بصراحه. نختم بك امين بتفائل مباراه غدوه اكيد كل المنتخب في الفتره الاخرانيه كل وين عمل مقابله سيئه بعده المقابله اللي من بعد يعمل فما معناها رياكسيون لو بليز امبورطون. اليوم كيما حكيت من بكري يلزم معناها الناس الكل تكون موبيليزيت فما روح المجموعه ولو بليز امبورطون زاد التغييرات يلزمها تعطي اللي فيه نتاعها مع انه يلزمنا زاد نحاولوا نكونوا اوبورتونيست توفروا بعض الفرص ويلزمك تكون اكثر معناها ريغور في اللعب ويلزمنا نكونوا نحاولوا انه نلقاو حل خاصة في الكرات الثابتة يلزمنا النوع ويلزمنا نلقاو حل خاصة انه توفرت عديد الكرات الثابتة في المقابلة اللي تفات. امين عندك ما تزيد ولا سيبون؟ مريق ان شاء الله مربوح ان شاء الله مربوح مربوح. يعطيكم الصحة. هكا وصلنا لنهاية الحصة امتعنا قبل ما نختم نحب نعمل ديديكاس سبيسيال الخوز زميلتنا وصال الشابي خوز زميلتنا وصال الشابي وائل الشابي اللي عمل اليوم 30 سنة اخته والعائلة امتعه الكل تحب تقول له عيد ميلاد سعيد وكل عام هو حي بخير. هكا كمان الحال ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وائل. هذه تحيه من اختك ومن كافه العائله. تجي بعدين ميسم في الميتيو بعدها احمد او ايمان في الاخبار. نقول لكم غدوه ان شاء الله مع مصيعتين توسكي سبور. باي باي توسكي سبور.